تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. أخيرا تستعيد الملاعب المغربية حياتها من جديد. قرار رسمي بعودة الجماهير إلى الملاعب جاء بعد جلسة جمعت رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش برئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجة، حسب ما نقله الموقع الرسمي للجامعة، الذي أضاف أن اجتماعا بين رئيس الجامعة ورؤساء الأندية التأم مساء أمس من أجل تقرير صيغة رجوع الجماهير والتدابير التي من شأنها إنجاح ذلك. فوزي لقجة تحدث خلال هذا الاجتماع. الحياة الطبيعية سترجع للملاعب بشكل عادي، الجماهير بإمكانها أنها تتابع المباريات نتاع الفرق نتاعها ونتاع المنتخبات الوطنية، لأن الفريق الوطني أيضا عانينا منذ سنتين من ابتعاد الجماهير المحبة للفريق الوطني عن المباريات اللي خاضها الفريق الوطني، خاصة المباراة الفاصلة اللي إن شاء الله غادي نرجع لها في اجتماع نتاع مكتب مديري القادم. المسؤوليه خص يتحملها الساده الرؤساء، وخص كل رئيس، وكنت انا قدرت اجتماع استباقي هذه مجموعه من الاسابيع باش نقول لكم ودي خصكم توجدوا الملاعب باش ترجع للحياه الطبيعيه، لي زاكسي نتاعها ولي بلاص نتاعها والتيكيتينغ ولا سيكوريتي وكل شيء يكون على ما يرام. دابا اللي دار داك الشيء امين، اللي ما داروش باش نكونوا واضحين خص يعجل به في الساعات او الايام المقبله اللي كتفصلوا على المباريات نتاعو، واللي شاف راسو مازال خصو الوقت باش ينظم العمليه نتاعو ياخذ وقته. فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ومباشرة بعد هذا الاجتماع نشرت أندية الدار البيضاء بيانات تتحدث مع جماهيرها التي سار بإمكانها العودة إلى المدرجات انطلاقا من مباريات نهاية هذا الأسبوع. الرجاء وضع تذاكر مبارياته أمام حورية كوناكري الغيني مساء اليوم في الشباك الإلكتروني من أجل تسهيل مهام جماهيره التي تريد حضور المباراة التي تنطلق على الساعة 8 بالتوقيت المغربي، ويبحث خلالها الرجاء عن ثالث انتصار لها في مسابقة دوري أبطال إفريقيا شأنه شأن الوداد الذي يستضيف السبت الزمالك المصري في نفس التوقيت. نواصل مع أخبار الأندية أو البطولة المغربية الاحترافية. إنوي أزمة نتائج الجيش الملكي تتواصل للمباراة الخامسة على التوالي دون فوز، خسر أمام نهضة بركان أمس لحساب مؤجل الأسبوع 18. انتصار بالنسبة لنهضة بركان استعاد به المركز الثالث ب 28 نقطة، واستعاد معه الابتسامة بعد خيبة الأمل التي تلقاها في كأس الكونفدرالية الإفريقية والخسارة أمام أسك ميموزا. الآن التفكير في مباراة سيمبا التنزاني لحساب الجولة الثالثة يوم الأحد. اليوم انطلق الأسبوع 19 من البطولة، أولمبيك أسف يواجه الفتح الرباطي ثم شباب المحمدية أمام السريع واتسم. في القارة العجوز البداية باليوروبا ليج، برشلونة ذهب إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا من أجل الاستعراض أمام نابولي. تذكر البارسا جزءا من عظمته واللعب في مسابقة اليوروبا ليج أمام خصم صعب يقوده لوتسيانو سباليتي. لعب برشلونة أفضل مباراة له هذا الموسم، تشافي هرنانديز غير أشياء كثيرة، طريقة اللعب، الاستحواذ والعمق في اللعب. استفاد أيضا من جودة الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ الذي شارك الهجوم مع أدما تراوري وفيران توريس. هدف البارسا سجلها جوردي ألبا، أوباميونغ، فرينكي ديونغ، بالإضافة إلى جيرار بيكا. البارسا يتعرف اليوم على خصمه في الدور ثمن النهائي، يتحدد بين الفرق التالية: ريد ستار بلغراد السربي، غلطة سرية التركي، أنتراخت فرانكفورت الألماني، ليون الفرنسي، باير ليفركوسن الألماني، ثم سبارتاك موسكو روسي، وأخيرا ويستهام الإنجليزي. نبقى في القارة العجوز والتأثير الرياضي لما تعيشه القارة الأوروبية من تغييرات سياسية في هذه الفترة، حيث أعلنت رابطة الدوري الأوكراني الممتاز الخميس تعليق منافسات الموسم الحالي من الدوري المحلي في عقب الغزو الروسي للبلاد. وذكر بيان مقتضب نشر عبر الموقع الرسمي للرابطة أن القرار جاء اتخاذه بعد إعلان الرئيس فلوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية، ولم تكشف الرابطة في البيان عن الفترة التي سيتم خلالها تعليق المسابقة. من جانب آخر، طلبت اتحادات كرة القدم في بولندا سويد تشيك الخميس في بيان مشترك نقل مباريات لها مقررة في روسيا ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم من روسيا إلى مكان آخر. وجاء في بيان أن هذه الاتحادات لا تعتزم السفر إلى روسيا في 24 و29 من مارس لخوض مباريات الملحق، مطالبة الاتحادين الدولي والأوروبي القيام برد فعل سريع وتقديم حلول بديلة. نتحول إلى باقي الرياضات، البداية بكرة المضرب. الساعة
السربي نوفاك جوكوفيتش سيفقد مركزه الأول في تصنيف العالمي الاثنين لصالح الروسي دانييل ميدفيديف بفضل التأهل الروسي لربع النهائي بطولة أكابولكو المكسيكية وإقصاء السربي من بطولة دبي بعد خسارته أمام تشيكي فيسيلي. ونختم برياضة الجولف وبطولة هوندا كلاسيك بولاية فلوريدا الأمريكية بالضبط على مساري بالم بيتش جاردنز التي انطلقت أمس. اليوم الأول حمل الصدارة للأمريكي كورت كيتياما بست ضربات تحت المعدل، في مئة سلوفاكي روري ساباتيني في المركز الثاني بفارق ضربتين واحدة عن ساباتيني بطبيعة الحال، ثم دانيال برجر وكريس كيرك. بهذا مستمعينا الكرام نصل لختام هذا العدد من صباح الرياضة، بقية أوقات ممتعة.